عايز اقول لك ان احنا في جيلنا بالذات الاعداد دي كانت كثيره. يعني كانت عند كابتن محمود الخطيب هو اللي بداها، وثم مختار، وفضلنا ماشيين بهذا النهج كده فترات طويله اكتر من 40 سنه اهو مع بعض. كابتن التواصل مختار ده وكابتن خطيب دايما على ما شاء جنب الله، وشطه كمان بصراحه، كابتن شطة، وبعدين الفتره ديت احمد شوبير. كابتن شوبير. بصراحه يعني، فاحنا كنا قبلها باسبوعين موجودين في النادي الاهلي قبل الزياره دي. قبل الزياره دي، اوكي، واتفقنا مع كابتن شوبير وكابتن شطه ان احنا نتجمع ان شاء الله ونعمل مفاجاه لكابتن خطيب في التجمع الخامس. فكرة رائعة يا كابتن، والله برافو بصراحه عليكم، يعني يعني بصراحة فكرة رائعة، لأنه عايزين تروحوا تشوفوا التجمع، وأنت كنت بتحكي لي لسه بتقول لي ده التجمع ده حاجة كده فوق الخيال يعني. صرح اسلام، صرح جميل منظم بشكل على اعلى مستوى. يعني احنا لو اتكلمنا على الجزيره، فالجزيره يعني يا عيني محكوم. صحيح، محاولين. مدينه نصر كانت لسه بقى يعني بدايه مشروع جديد. الشيخ زايد نفس الكلام، لكن ده كل الرسومات اللي اتعملت، كابتن كمان كان بيشرح لنا النهارده، كل الرسومات اللي اتعملت يا اسلام في هذا الصرح الجميل اتعملت على اعلى مستوى. كل حته متخصصه بذاتها، يعني الباركين بالملاعب بالجانب الاجتماعي، يعني كل العاب موجوده في التجمع الخامس مستقله بذاتها. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي اتعملت بشكل كبير. عايز اقول لك النهارده كمان الكوكبه اسلام اللي كانت موجوده، نجوم مصر طبعا، كل المجموعه لعبوا مع بعض، حتى الصغيرين مننا لحقونا. فعايز اقول لك التواصل النهارده كان جميل جدا جدا، وعايز اقول لك ان احنا كنا بنحلم، وكنا بنحلم مع كابتن محمود الخطيب بصراحه، ان احنا عندنا كذا فرع للنادي الاهلي. النهارده اتحقق الحلم، واحنا عايشين الحمد لله، ربنا يدينا الصحه. انا اديكم الصحه يا كابتن. فضل لنا حلم واحد بس اسلام ان شاء الله، هو كنا كلمناه النهارده في القعده، وقلنا احنا محتاجين الاستاد بقى يا كابتن. الحلم اللي انت محتاجين بتحلم الاستاد، استاد استاد النادي النادي الاهلي، الاهلي ده الحلم يعني الكبير انا عارف اللي ان هو يعني ان بيحلم شاء الله بيه. قريب هيبقى في اخبار جيده. اتفضل يا كابتن. ده الحلم الكبير اللي هو بيحلم بيه يا اسلام، واحنا كمان. طبعا وعايز اقول لك ان ربنا يدي الصحه كل المجموعه اللي موجوده واللي جايه، ان احنا يعني نلحق الحقيقه بتاع حلم ان شاء الاستاد، الله ان شاء الله. لان ده هيبقى يعني شرف وتاريخ لينا وتاريخ للنادي الاهلي. النهارده كميه الضحك بقى اسلام، والمواقف القديمه والمواقف الحديثه، عايز اقول لك خرجتنا، اديتنا شحن جميله. النهارده كل الناس مش عايزه تمشي، يعني كل الناس مش عايزه تروح بصراحه كله يعني. قاعد مستني. يعني شاف الابتسام على كل النجوم النهارده، والحب والاخلاص والتقارب والاخوه، حاجه جميله. كمان اعضاء مجلس الاداره النهارده كمان موجودين معانا، طبعا احنا برضك عشره عمر مع العمري فاروق وحسام غالي بصراحه، محمد سراج ومحمد ومحمد سراج الجرحي. والحاج تيسير هواري، لا الحاج تيسير ده بصراحه قصة. يعني حاجه جميله، والجرحي فحاجه جميله. طبعا شوبير عمل مجهود كبير جدا النهارده اسلام عشان يجمع كابتن شوبير ده ربنا يبارك بصراحه له يعني. ويديله الصحة، يعني من الناس اللي كلنا بنحبه، لأنه دائما ما يسعى في الخير لكل الناس حقيقي بصراحة يعني. حقيقي. كابتن شطه كمان النهارده عمل دور كبير جدا. وكابتن شطة طبعا. عايز اقول لك اسلام النهارده كل نجم من النجوم دول اتكلم كلمتين، حاجه تفرح يعني والله بصراحه يعني. افتكرته ايام زمان يعني. افتكرنا ايام زمان، وطبعا وشكرنا الكابتن محمود الخطيب، وقلنا له يعني طبعا احنا سعداء جدا ان واحد مننا رئيس النادي ورئيس هذا الصرح الجميل اللي بيشرفنا، بيشرف كل المصريين. عايز اقول لك كمان اسلام هو اتكلم كلام النهارده، كلام منطقي وكلام جميل جدا. قال لك يا جماعه ما تنسوش النادي الاهلي هو اللي عملنا، ربنا ثم النادي الاهلي، يعني صحيح. الفضل الاول والاخير لربنا سبحانه وتعالى ثم للنادي الاهلي. وبعدين قال انا كمان يمكن ربنا اداني بيكم انتوا، يعني انا بقول التوفيق اللي جالي من خلال ربنا سبحانه وتعالى ثم مساعدتكم ليا. ايوه فطبعا احنا ردينا عليه قلنا له يا كابتن انت تستاهل كل خير، لانك انت طول عمرك اخ وعزيز، وما عندكش مشاكل مع اي حد، بل بالعكس يعني الخطيب موجود مع كل الناس اسلام، مش في النادي الاهلي بس، يمكن في جميع الانديه اللي موجوده في مصر كل الناس بتحب الخطيب من خلال طبعا اخلاقه، ومن خلال احترامه، ومن خلال نجوميته. طبعا النجوميته اللي موجوده في العالم العربي والعالم الافريقي، وطبعا بالنسبه لمصر. فيوم يا اسلام زي ما بقول لك يوم من الايام الجميله جدا.